بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ما زلنا في الاصحاح الاول من نبوه اشعياء النبي بركات على جميعنا امين. كنا درسنا 20 ايه، فاسمحوا لي اقراهم الاول علشان لما ندخل في ايه 21 نبقى عايشين في نفس الجو. رؤيا اشعياء ابن اموس التي راها على يهوذا واورشليم في ايام عزيه ويثام واحاز وحزقيا ملوك يهوذا. الرؤيا فيها عتاب، الله بيعاتب شعبه، فبيقول اسمعي ايتها السماوات واصغي ايتها الارض، لان الرب يتكلم بيشهد عليهم السماء والارض. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم. يعني هو ربنا بيعتبهم إن الحيوانات بتفهم أكثر منه. ويل للأمة الخاطئة، لما يكون واحد بيغلط ممكن اللي حواليه يجرجروا للتوبة أو يشجعوه على التوبة يعني، لكن لما يكون أمة خاطئة ده لما يكون واحد ماشي كويس يحس إن هو شاذ يضطر يغلط زي بقية الناس. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، يعني هم وأبائهم أولاد مفسدين، تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء. علامة تضربون بعد، أعمل معكم إيه يعني؟ تزدادون زي غانم، كل فترة أوحش من اللي قبليه. كل الرأس مريض، الرأس هنا يعني رؤساء الشعب، وكل القلب سقيم، القلب هنا هم الخدام والكهنة والأنبياء، من أسفل القدم اللي هم عامة الشعب إلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. نتيجة الخطية والانتشار بلادكم خربة، مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء قدامكم قدام عينيكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. هنا الغرباء قلنا زي سدوم وعمورة، غرباء عن الله. فبقيت ابنة صهيون كما ظل في كرمن، يعني بعد ما كانت مدينة عظيمة فيها قصور ومباني بقت مجرد خيمة مظلة في كرم، كخيمة في مقفأة. وقلنا المقفأة هي حقل بتاع زرع أتة أو خيار، كمدينة محاصرة. وبعدين رجاء صغير كده قال لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سادوم وشابهنا عمورة. يعني بالرغم من كل اللي حصل لكن ربنا لسه عنده أمل فينا فأبقى لنا بقية صغيرة. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. قلنا هنا إن ما كانش بيكلم سدوم وعمورة، كان بيكلم شعبه، بس من كتر الشر اللي هم فيه سماهم قضاة سدوم شعب عمورة لأنهم شابهوهم. عشان كده الكتاب يقول لا تشاكلوا هذا الدهر، ما تبقوش زيه.
لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ يعني كثرة الذبائح اللي هي علامة التدين والروحانية والعلاقة العميقة مع الله، ربنا رفضها. ليه؟ لأنها بالمظهر فقط، مش بالعمق، مش من القلب. واحد يصلي كتير لكن قلبه قاسي، واحد صوام لكنه متكبر، واحد حافظ ألحان الكنيسة كلها لكنه دائم الصراع والخناق، واحد بيخدم في الكنيسة ليل نهار لكنه متخاصم مع طوب الأرض. فربنا قال له: لماذا لي كثرة ذبائحكم يقول الرب؟ اتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات. يعني اتخمت دي قلنا ان هي واحد اكل لغاية لما بقى ملوش نفس ياكل، فبيقول انا زهقت من عبادتكم الباطلة، وبدم عجول وخرفان وتيوس ما اصر، لان بيقدموها بقلب غير مستقيم. لكن برضو في الآية 11 دي ممكن تكون فيها إشارة إلى إبطال ذبائح العهد القديم عشان يجي المسيح بقى بدمه ويخلصنا. يعني دم العجول والخرفان والتيوس ما أصر لأنها مش نافعة، اللي هينفع هو دم المسيح. حينما تأتون لتظهروا أمامي، تظهروا أمامي دي العبارة قيلت لما بيسافروا من بلادهم إلى أورشليم عشان يحتفلوا بالأعياد. من طلب هذا من أيديكم؟ هي الإجابة أنت يا رب اللي طلبت. قال لا أنا مش عايز حاجة، أنا مش مبسوط باللي أنتوا بتعملوه. ليه؟ لأن كنتوا بتدوسوا دوري اللي هي دياري أو بيوتي، بتدوسوها. وطبعا كلمة يدوس هنا فيها تشبيه كأن اللي داخلين الهيكل يقدموا ذبائح مثل الحيوانات، داخلين يدوسوا بس مش ناس بتفكر. لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة، تتعبوش نفسك خلاص أنا مش عايز حاجة. تقدمة بتاعتكم باطلة، كلمة باطلة معناها عديمة الفائدة، ملهاش لازمة، تضييع وقت وجهد على الفاضي. والآية دي بيقولها ربنا لكل واحد فينا، مش بس لليهود، كل واحد فينا بيخدم ربنا خدمة وقلبه مليان بالشر، يقول له خلاص ما تضيعش وقتك. ليتك كنت باردا، ليتك كنت حارا، لكنك ايه؟ فاتر. هكذا لأنك لست باردا ولا حارا ولكنك فاتر، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. يعني اللي ما بيجيبش تقدمه خالص، اللي يعني ما خدمش في الكنيسة ملوش علاقة بربنا خالص، ده بارد. الحار هو الإنسان اللي قلبه سخن في خدمة ربنا، تقدمة بتاعته مقبولة، تعبه ليه قيمة عند ربنا، كأس ماء بارد فقط مش هيضيع أجره. الإنسان اللي بيشتغل من قلبه، بيصلي من قلبه، بيخدم ربنا من قلبه، مش عايز حاجة من الدنيا، لا عايز حد يمدحه ولا حد يكرمه ولا حد يقول له كلمة حلوة، ولا مستني تشجيع ولا مستني تقدير ولا عايز حاجة خالص. الإنسان اللي بيشتغل من أجل الله دي تقدمة حارة ربنا يقبلها بسرور، وخصوصا الآية تقول المعطي بسرور يحب الرب. في إنسان يعطي بسرور، في إنسان يعطي وهو متأفف يشتكي. أكتر حاجة تبوظ علاقتكم بالله وخدمتكم هي الشكاوي دي، كتير بقولها لكم متزهقوش مني، لأن أنا في تعاملاتي مع الخدام والخادمات بلاحظ إنسان كثير العمل كثير الشكوى،
واحد تاني ما بيشتغلش خالص وهادي في حاله، لكن في الوسط ناس حلوه بقى شغال نار ما سمعش صوت. حتى الواحد لما يجي يقول له ده كان في عندك مشكله يقول له حاجه بسيطه وعدت، لانه يحل المشاكل مش بيقف قدامها ويصعدها. ففي ناس بارده تشتغلش، وفي ناس حاره تشتغل ما تسمعش صوتها، وفي ناس فاتره اللي هي ايه، اشتغل كتير يشتكي كتير يصطدم كتير خانق كتير مشاكله كتير. الواحد يقول له ايه، احسن ما تشتغلش. لا تعود تأتون بتقدمة باطلة، البخور هو مكرها لي، كرهته. رأس الشهر اللي هو الاحتفال بتاع اول كل شهر، والسبت كل اسبوع، ونداء المحفل. نداء المحفل ده لما بيبوقوا بالبوق عشان الناس تجتمع تحتفل بالعيد. يبقى في حاجات في الشهر وحاجات في الاسبوع وحاجات موسمية، عيد الفصح، عيد الفطير، عيد الكفارة. لست اطيق الاثم والاعتكاف. الاعتكاف معناها واحد يسحب نفسه يقعد في هدوء في خلوة مع ربنا، ده حاجة جميلة. لكن كمان تدل الاعتكاف على العبادة. فأنا مش طايق، ربنا بيقول مش طايق الإثم مع الاعتكاف. تركب دي على دي ازاي؟ إما تبقى أثيم وبعيد عني، وإما تبقى روحاني ومتدين ومعتكف. لكن ازاي تركب الإثم مع الاعتكاف؟ أي شركة للمسيح مع بليعال، أي خلطة للنور مع الظلمة. تقول لي طيب أنا حياتي مليانة بالإثم، أبطل بقى اعتكاف؟ أقول لك لا، بطل الإثم مش تبطل الاعتكاف. هو الواحد يمشي في الصحة ولا يمشي في الغلط؟ رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا مللت حملها، بسبب الشرور اللي بتتم في الأعياد. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم. طبعا تبسطون أيديكم يعني واقفين تصلوا، أول ما تبسطوا أيديكم ربنا يغطي عينه من كتر الشر. وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. قول يا رب دي حاجة ما سمعناش عنك كده، ما خدناش على إنك أنت تبقى شديد بالطريقة دي. قال عشان أيديكم ملآنة دما. ناس بيسفكوا الدم، واتفقنا إن إحنا سفك الدم مش بس معناه القتل، لكن سفك الدم معناها إن أنا أعثرت إنسان أو ضيعته، أو إنسان كان مفروض أخدمه وأنا قصرت في خدمته فدمه مطلوب مني. فأيديكم ملآنة دماء دما. تقول لي طب أنا مسؤول عن مين؟ مش عايز أخوفكم، بس لازم نواجه الحقيقة. حقيقة كل واحد فينا مسؤول عن كل إنسان يقابله. أنت عملت إيه مع الناس؟ زملاتك اللي في الشغل، جيرانك اللي بقالهم سنين ساكنين جنب بعض، قرايبك، ولاد أختك، ولاد أخوك، ولاد عمك، ولاد خالك، عملنا معاهم إيه؟ شايفين الناس بتتساقط في الخطية والجهل، وتتساقط في البعد عن الله، وإحنا ولا كأن في حاجة. بنيجي الكنيسة ونشبع بربنا، ومش عايزين نقول ناس ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، وبعدين في الآخر أظن إني أنا الآية دي مش عليا لأن أنا ما سفكتش دم حد. مش دايما ربنا يطالبنا بالناس اللي تعبناهم وأعثرناهم، ممكن يطالبنا بالناس اللي كان مفروض نخدمهم وأثرنا معاه. فأيديكم ملآنة دما، نقول له خلاص يعني خلاص في يأس وانت رفضتنا ومفيش أمل؟ يقول لا، اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني
كفوا عن فعل الشر. الآية دي رقم 16 معناها لسه الباب مفتوح. الله لم ييأس من البشر بس بيدعوهم أن يغتسلوا، والواحد لما يغتسل طبعا عندنا فيه نوعين من الاغتسال، الاغتسال الكلي ده المعمودية، والاغتسال اليومي هو التوبة. اغتسلوا، كل اللي عملناه ولوثنا نرجع لربنا نقول له اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. نتيجة الاغتسال هنتنقى. طب بعد ما أتنقى أرجع تاني الخطية؟ قال لا، اعزلوا شر أفعالكم وكفوا عن فعل الشر. كل الآية دي حاجات سلبية هسيبها. الآية اللي بعديها 17 تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. يعني الناس الغلبانة، اقف في صف الغلبان، المظلوم واليتيم والأرملة. هلما نتحاجج يقول الرب، نتحاجج يعني تقول حجتك وأنا أقول حجتي ونتناقش مع بعض. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيضوا كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. الله يستطيع إن هو يطهر الإنسان ويغسله من كل خطايا، حتى لو كانت حمراء زي القرمز أو الدودي، لون أحمر بهتان شكله وحش، لكن الواحد لما يجي يغتسل بدم المسيح يصير كله أبيض مثل الثلج. إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، لأن فم الرب تكلم. يعني ربنا حاطط قدامنا الخير والشر، حاطط قدامنا النتيجة النهائية بتاعت الخير والنتيجة النهائية بتاعت الشر، والإنسان يحكم عقله. إذا سمعنا كلام ربنا هنعيش في سلام، تأكلون خير الأرض. إن أبيتم وتمردتم تؤكلون بالسيف، يعني ما فيهاش رحمة. من أول آية 21 ربنا بيوجه عتابه مرة تاني لشعبه والمدينة اللي هي أورشليم. بيقول كيف صارت القرية الأمينة زانية. شوفوا هنا ربنا حاطط مقابلة ما بين الأمانة والزنا، مقابلة يعني دي ضد دي. الرجل الأمين يكون مخلص لزوجته ما يزنيش، والامرأة الأمينة تكون مخلصة لزوجها لا تزني. الزنا هنا بالنسبة للقرية الأمينة اللي هي أورشليم معناها انهم تركت البلد دي، الكنيسة دي تركت عريسها اللي هو المسيح وراحت وراء عريس غريب. الله كان يستخدم دائما التشبيه، عبادة الأوثان يشبهه بالزنا، لأن مفروض أن الله عريس للكنيسة، عريس للنفس البشرية، عريس لكل الخليقة البشرية. إحنا مرتبطين به كارتباط المرأة بزوجها، ارتباط أبدي. كون واحد يسيب ربنا ويروح يعبد الأصنام يبقى في حالة زنا روحي. فهنا بيتكلم عن الزنا الروحي. كيف صارت القرية الأمينة زانية؟ إزاي قبل كده كانت أمينة لربنا والنهاردة سابته وراحت لآلهة غريبة؟ كانت ملآنة حقا، كان العدل يبيت فيها، أما الآن فالقاتلون. طبعا القرية الأمينة هي قلبي وقلبك. أمين معناها مرتبط بالله. لما يصير هذا القلب زاني معناها انه ساب ربنا وراح يدور على حاجات تشبعه غير المسيح. واحد بيدور على الشهرة، واحد بيدور على المال، واحد بيدور على الوظائف والممتلكات، واحد بيدور على علاقاته بالناس، واحد بيدور على شهواته، واحد بيدور على ذاته وكبرياءه.
أصبح في آلهة كثيرة معطلة أمانة القلب نحو الله. فربنا يبص على قلبك كده يقول إيه ده، ليه كده، ليه كده، أنت مش كنت حلو، ليه بقيت وحش، ليه القرية الأمينة تبقى زانية، ليه اللي كانت ملقانة حق تبقى مليانة ظلم، ليه اللي كان العدل يبيت فيها يبيت فيها القاتلون. القاتلون هنا هما الشياطين، لأن المسيح قال عن إبليس ذاك كان قتالا للناس منذ البدء. فازاي القلب اللي كان بيبيت فيه المسيح سبته مفتوح عشان يبيت فيه القاتلون اللي هم الشياطين؟ حكاية تشبيه عبادة الأوثان بالزنا ليها كذا شاهد في الكتاب المقدس. في أرميا 22 بيقول لأنه منذ القديم كسرت نيرك وقطعت قيودك. يعني ربنا بيقول أنا حررتك قبل كده من زمان من النير. النير يعني حاجة تقيلة فوق كتافي، والقيود اللي بتكتفني. مفروض لما يجي المسيح يكسر قيودي أقول له يا رب أشكرك على النعمة اللي أنت اديتهاني، هتبعك كل حين، ومع ذلك إيه، وقلت لا أتعبد، يعني مش عايز ربنا. وما عملت إيه؟ قال لأنك على كل أكمة عالية فوق الجبال وتحت كل شجرة الخضراء أنت اضطجعت زانية، لأنهم كانوا بيعبدوا الأوثان فوق الأكمة العالية يسموها المرتفعات، وتحت الأشجار يحطوا تمثال ويقفوا يصلوا ويرقصوا حواليه ويعملوا العبادة بتاعتهم. فقال أنتوا الشعب اللي أنا قطعت قيوده، خرجتكم من أرض مصر وعبرتكم في البحر الأحمر وعلتكم في البرية 40 سنة وأعطيتكم أن تكونوا مملكة، في الآخر تسبوني وتروحوا تعبدوا الأوثان. بالنسبة لنا إحنا ربنا كسر نيرنا وقطع قيودنا يوم المعمودية، ومع ذلك إحنا بنتمرد عليه ويقول لا أتعبد، وبعدين أرجع ألاقي نفسي بتعبد مش لله، لأشياء غريبة. عشان كده يقول برضو في أرميا 22 أنا قد غرستك كرمة ثورك. ثورك هنا معناها من أجود أنواع الكرم، زرع حق كلها، فكيف تحولت لي سروغ جفنة غريبة؟ ليه بقيتي حاجة وحشة بعد ما كنت أنا زرعك زرعة حلوة؟ وبرضي عاتي بيقول ارفع عينيك إلى الهضاب وانظري أين لم تطاجعي في الطرقات. يعني وريني حتة كده ما عبدتوش فيها الأوثان، جلست لهم كإعرابي في البرية ونجست الأرض بزناك وبشرك نتيجة عبادة الأوثان. ويقول كان من هوان زناها أنها نجست الأرض وزنت مع الحجر ومع الشجر، اللي هي عبادة الأحجار وعبادة الأشجار. ويقول لها فسقك وصهيلك ورزالة زناك على الأكام في الحقل، قد رأيت مكرهاتك، ويل لك يا أورشليم لا تطهرين حتى متى بعد. ربنا يزعل من النفس اللي بتسيبه وتروح تدور على آلهة غريبة. ويقول في حزقيال أكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت بأرض مصر. لأن طبعا شعب الله لما جم قعدوا في مصر 400 سنة اختلطوا بعبادة الأوثان، وده اللي خلاهم لما خرجوا من أرض مصر وموسى طلع فوق الجبل وتأخر عملوا لنفسهم عجل. العجل ده مش غريب عليهم، ليه؟ لأن مصر كانوا بيعبدوا عجل اسمه أبيس. العجل أبيس ده عبادة أوثان، وهم اختلطوا بالمصريين أخذوا العبادة بتاعتهم. لما طلعوا في البرية نسيوا الأعمال العظيمة اللي عملها معهم الإله الحي، فصنعوا لأنفسهم تمثال من الذهب وقالوا دي آلهتك يا إسرائيل،
التي أخرجتك من أرض مصر. فقال أنتوا ما نسيتوش الزنا الروحي بتاع أرض مصر ولسه بتزنوا لغاية النهاردة. صارت فضتك زغلا. الزغل هو الشوائب، وخمرك مغشوشة بماء. الفضة في الكتاب المقدس كناية عن الفداء، ودي أخذناها لما درسنا مع بعض سفر الخروج، وقلنا إن الواحد كان بيفدى بفضة، يعني واحد عليه حكم الموت كان يفدى بالفضة. وعشان كده لما جه يعمل خيمة الاجتماع خلى القواعد بتاعة الأعمدة من فضة، عشان يقول الكنيسة دي مبنية على أساس فداء المسيح. الزغل اللي هو الشوائب والحاجة اللي اختلطت بالفضة تعبر عن البر الذاتي. يعني ايه الفضة؟ معناها انا بعتمد على فداء المسيح ليا، هو ده اللي شاغل بالي. اما الزغل فان انا بعتمد على بر ذاتي مش على فداء المسيح. كبرياء واحساس ان انا انجزت وعملت اللي ما تعملش. فقال ده ينفع تبقى الفضة بتاعتك النقية، الفداء اللي انت اخدته في المعمودية وفي التناول وفي الايمان الجميل تحوله الى زغل؟ والخمر يرمز للفرح الروحي، اما الخمر المغشوش بماء فيرمز الى الفرح المزيف. يعني ربنا قال افرحوا كل حين، المفروض احنا بقى مبتهجين. طب ايه رايكم ان الناس ممكن تقعد تعمل حفله سمر ويقولوا فيها نكت خليعه ويقولوا فيها اغاني وحشه ويطبلوا ويرقصوا ويتعروا ويسقروا ويشربوا، ويقولوا ربنا ما يزعلش ان احنا نبقى فرحانين؟ نقول اه فرحانين بس مش كده. الخمر غشتوها بماء. الفرح الروحي الاصيل بتاع انسان فرحان بربنا، فرحان بالصلاه، فرحان بالبر، فرحان بالتوبه، فرحان بعلاقه جميله مع المسيح، تحولوها الى فرح مليان بالخطيه. بقت الخمر مغشوشه بماء. صارت فضتك زغلا وخمرك مغشوشة بماء. في أرمية برضو يقول كلهم عصاة متمردون ساعون في الوشاية، هم نحاس وحديد. نحاس وحديد معناها زغل، حاجة ما مخلوط على حاجة، ما بقاش فيها النقاوة، كلهم مفسدون. وبرضو في أرمية يقول فضة مرفوضة يدعون لأن الرب قد رفضهم. فضة مرفوضة يعني ايه؟ الفضة زمان كانت تستخدم زي الفلوس دلوقتي، يقول لك دفع كذا من الفضة، زي حكاية يهوذا اللي هو أخذ 30 من الفضة. امتى تبقى الفضة مرفوضة؟ لما تبقى مغشوشة، زي بالظبط دلوقتي لما يكون واحد معاه فلوس مزيف. تخيل واحد معاك رزمة فلوس كده وراح يشتري، البياع طلع ناصح بس كده في الجنيه ولا في العشرة جنيه، قال لا دي مش مظبوط. وبعدين يجيبوا خبير في الأوراق المالية يقول لا دي مغشوشة، ياخدها منك. ده ممكن ساعتها الواحد يتحاكم ويتحط في الحبس لأن معاه عملة مزيفة. فقال الفضة بقت مرفوضة، البر بتاعك مرفوض، العملة اللي انت بتتعامل بها مع ربنا بقت مرفوضة. ليه؟ لانك انت الحاجة بتاعتك بقت مغشوشة. دي ماشية مع الايات اللي قالها قبل كده، العبادة بتاعتكم انا رفضتها. ليه؟ لانها فضة مغشوشة. تخيل بقى لما يكون واحد معاه في جيبه فلوس كتير قوي بالالفات، وظن في نفسه انه يستطيع ان يملك الارض، واخذ شنطة كبيرة فيها كل فلوسه وراح يشتري عمارة ولا يشتري قطعة ارض في حتة غالية، وبعدين بيفتح الشنطة يجي الراجل اللي هيبيع يبص في الفلوس يقول الفلوس دي مزيفة.
فكل الكنز اللي هو كان ظن انه غني بسببه طلع ولا حاجة، بل بالعكس هذا الكنز معرضه ان هو ايه يتحاكم. وهو جايز ما يكونش هو اللي غش الفلوس وطبعها، جايز هو تغش فيها. فدي بالظبط واحد طالع السما فرحان باللي عمله، معاه شنطة مليانة بالأعمال اللي فكر ان هي صالحة، ويفتح الشنطة عشان الملائكة تدخله السما يقولوا له ده كل اللي انت عملته ده مزيف. ليه بس؟ اصل كان فيه ذات، كان فيه كبرياء، كان فيه عند، كان فيه خصومة، كان فيه قساوة قلب، كان فيه نجاسة. فازاي اعمالك دي انت دي مخلوطة بمية، دي زغل. هذه الفضة مرفوضة لان الرب قد رفضهم. ويقول في حزقيال: يا ابن ادم قد صار لي بيت اسرائيل زغلا، كلهم نحاس وقصدير وحديد ورصاص وسط كور. عارفين الكور هو ايه؟ الفرن اللي بيتحط فيها المعدن عشان يسيح ويشكلوا منه بقى الاواني. بس هم هنا بقوا خليط نحاس وقصدير وحديد ورصاص، معناها مفيش النقاوة، صاروا زغلة فضة. يبقى التعبير ده ربنا استخدمه في أرمية وفي حزقيال وفي أشعية، ان في شوائب ممكن تبوظ العمل الروحي بتاعك. فصار ينفع واحدة تعمل طبخة جميلة وبعد ما تخلص حد يرملها عليها حبة تراب ويقلب، بعدين في الاخر تقول ما جراش حاجة، خسرت بطنة لكب الطبيخ، باظت. نقول يا خسارة، خسرت المجهود ويا خسرت الفلوس ويا خسارة التعب والوقت والامل. يعني كان عندك امل تقدمي اكلة حلوة لعيالك وجوزك، كله ضاع. اهو الشيطان بيعمل كده، نعمل اعمال حلوة 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 وفي الاخر يجي يكبلنا عليها حاجات تبوظها. فربنا يقول دي بقت زغل. طب قولوا لي بقى الصينيه الحلوه دي اللي عملتيها وتكب عليها حبه تراب ولا سم، مكانها فين؟ في الزباله. خسر. عشان كده المفروض الواحد يكون حريص الا تكون حياته فيها هذا الزغل، لانه بيفسد العمل الروحي. احد القديسين شبهها بالسوس اللي يدخل على مخزن قمح. تخيلوا بقى فلاح تعب السنه كلها وكان في خير كتير والارض جابت ضعف، ولما كل الحصاد بتاعه وهو فرحان وحطه في مخزن، بس ما كانش مطهر المخزن دوت. طبعا انت عارفين بتوع القمح بالذات يطهروه عشان ما يبقاش فيه سوس. كانش بقى مجهز المخزن حلو، حط وهو فرحان بالانتاج بتاعه، وقعد يحسب ان احنا السنه دي جبنا كام اردب قمح، اضربها الاردب في كام جنيه، ده انا السنه دي هبقى غني جدا. وقعد يحلم بيوم ما يبيع الحصاد بتاعه، على ما يروح يبص على القمح لقى مسوس كل اللي حلم بيه ضيعه. عشان كده المفروض الانسان تكون حياته فيها نقاوه، وكل ما الاقي سوسه داخله اجري على اب الاعتراف اقول له طلع لي السوسه دي، انا مش عايز حياتي تبقى فيها زغل عشان كل المجهود الروحي ده ما يضيعش هدر. رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص، كل واحد منهم يحب الرشوه ويتبع العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. حكاية رؤساؤك متمردون حاجة عجيبة. ليه؟ هو مين مفروض يتمرد، الرؤساء ولا المرؤوسين؟ يعني عمركم شفتوا مثلا صاحب شركة بيتمرد على العمال؟ مفروض العمال يتمردوا عليه. أو مثلا عمركم شفتوا حكومة تقوم بثورة على الشعب؟ مش ممكن. الشعب ممكن يتمرد على الحكومة وعلى الرئيس وعلى الملك ويخلعه،
فازاي يبقى الرؤساء متمردون؟ يعني عايز يقول الوضع بتاعكم بقى مقلوب، واللي كان مفروض ان هم يكونوا بيخدموا الناس ويحموهم من ان هم يتمردوا لانهم بيدوهم حقوقهم بيرعوهم، هم صاروا نفسهم متمردون. بس طيب لما يكون الشعب بيتمرد او المرؤوسين بيتمردوا، اكيد بيتمردوا ضد الرؤساء بتوعهم. لكن لما يكون الرؤساء بيتمردوا، يتمردوا على مين؟ على الله. رؤساؤك متمردون. ولغفاء اللصوص، كلمة لغفاء معناها شركاء، بس اللفظ يعبر عن واحد عارف ان فلان ده حرامي وبيسهل له السكة وبيداري عليه، بس مش بيسرق معاه، فعشان كده تسموا لغفاء اللصوص، بيحموهم. يقول في هوشع: كل شرهم في الجلجال، إن هناك أبغضتهم، من أجل سوء أفعالهم أطردهم من بيتي، وأعود أحبهم، جميع رؤسائهم متمردون. يعني حتى هوشع شهد بأن الرؤساء متمردين. وطبعا كل شرهم في الجلجال، المكان زي يكون العاصمة وقتها. رؤسائك متمردون ولغفاء اللصوص. تقولي طب ما دام ما سرقش معاه ذنبه ايه؟ شوف سفر الامثال يقول: من يقاسم سارقا يبغض نفسه. يبغض نفسه يعني واحد يكره نفسه لانه هيأذي نفسه. يسمع اللعن ولا يقر. فالواحد لما يلاقي حد بيسرق ملوش دعوة، ما يشتركش معاه، ما يغطيش عليه، لأن اللي بيشترك مع واحد في خطيته هيشترك أيضا في العقوبة. من يقاسم سارقا يبغض نفسه. وفي أرميا يقول: لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك وعلى الدم الزكي لتسفكه وعلى الاغتصاب والظلم لتعملهما. عينيك وقلبك معناها اهتماماتك، مركز في ايه حضرتك؟ قال له: انت مش مركز في حاجة خالص، عينك وقلبك على حاجة واحدة بس، انك تخطف، انك تسفك الدم الزكي. الزكي هنا بمعنى البريء، وانك تغتصب الاشياء من الناس وتظلمهم. طب لما يكون انسان بالمنظر ده يستاهل ايه غير العقوبة؟ حزقيال يقول: فيك اخذوا الرشوة لسفك الدم. يعني مش بس رشوة، ده عشان كمان يسفك دم، زي ما يكون واحد بيرشي قاضي عشان يحكم بالإعدام على واحد بريء، أخذ الرشوة وحكم بالإعدام، يبقى عمل خطيتين، ارتشى وسفك دم بريء. أخذت الربا والمرابحة. طبعا انتوا عارفين الربا اللي هي الفايز، والمرابحة معناها زي حكاية اليا نصيب دي والرهان واللعب بالفلوس. وسلبت أقرباءك بالظلم ونسيتني، يقول السيد الرب. ينفع إنسان بيبقى بالمنظر ده؟ وتميخة يقول: رؤساؤها يقضون بالرشوة وكهنتها يعلمون بالأجرة. تخيل، يعني الرؤساء لما يغلطوا حاجة مؤذية، إيش حال بقى لما يكون الكهنة كمان؟ يعلمون بالأجرة، يعني ما يقولش معرفة غير لما حد يديله فلوس. وأنبياؤها يعرفون بالفضة. حتى الأنبياء يعرفون بالفضة، يعني إيه؟ يعرفون هنا بمعنى يتنبؤون، عشان بيسموه عراف أو رائي أو نبي. فواحد يروح يقول له:
يا حضرة النبي عايز اعرف طريقي كويس ولا وحش. يقول له طب ايدك على الفلوس الاول. يدي له فلوس يقول له انا شايف سكتك فيها كذا. طب ايه ده بقى، شغل ربنا ده ولا شغل شياطين؟ ومع ذلك بالرغم الرؤساء بيقضوا بالرشوة والكهنة بيعلموا بالأجرة والأنبياء يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا لا يأتي علينا شر. بالعافية يعني، زي لما يحصل ربنا ما يسمحش يعني كارثة، كنيسة هدوها ولا حرقوها والناس تقول فين ربنا، ليه ما يقفش معانا؟ طب احنا ما سألناش نفسنا هل احنا تائبين؟ هل احنا ماشيين صح؟ هل احنا نستاهل ان ربنا يحمينا؟ ولا عشان ربنا احنا مسيحيين يبقى خلاص يحابلنا؟ الله لا يحابل وجوه، الله يسند شعبه لما يكون شعبه معاه، لكن ممكن يتخلى عن شعبه لما يكون شعبه مديله القفر الوجه. يبقى قبل ما اقول فين ربنا اقول فين احنا من ربنا. ومع ذلك عشان ما خوفكمش، بالرغم ان احنا نبقى وحشين لكن برضو ربنا بيحمي كنيسته من اجل واحد بس يكون امين وبيصلي. فربنا من اجل هذا الواحد الامين واللي بيصلي يرفع غضبه عن شعب. طب احنا نتكل على ان في فصلنا ناس حلوين بيصلوا لنا وربنا بيحمينا ونطيح في الشر والخطية؟ مش مفروض، مش مفروض بعد ما يكونوا بيقضوا بالرشوة ويعلموا بالأجرة ويعرفون بالفضة يتوكلون على الرب قائلين أليس الرب في وسطنا لا يأتي علينا شر. وفي ميخا يقول اليدان إلى الشر مجتهدتان. شفت الاجتهاد ماشي فين؟ الرئيس طالب، طالب يعني ايه؟ عايز اديله حاجة. والقاضي بالهدية، يعني الرئيس طالب رشوة والقاضي طالب هدية. والكبير متكلم بهوى نفسه فيعكشونها. يعكشونها معناها يعقد ويخلي الحاجات داخلة في بعضيها، كلمة لغة عربية فصحى يعني، خلي الحاجات معقدة تعرفش تفكها. فلما تروح لواحد من الناس دي يعقد لك الدنيا، عايز تفكها تعمل ايه؟ دي له ظرف. لا، الحاجة اللي كانت معقدة قالك مش ممكن تخلص، ده الورق ده مش ممكن، ده الموضوع دوت مش ممكن، تلاقيه قالك لا بقى ممكن دلوقتي. مش ده بيحصل؟ لما يكون شعب الله هو اللي بيعمل كده تبقى شيء مؤلم جدا. رؤسائك متمردون ولغفاء اللصوص، كل واحد منهم يحب الرشوة ويتبع العطايا، لا يقضون لليتيم ودعوى الأرملة لا تصل إليهم. الله يهمه جدا اليتيم والأرملة. في أرمية أيضا ربنا بيعاتبهم، بيقول سمنوا من كتر الأكل بأسماء، لمعوا أيضا، تجاوزوا في أمور الشر، لم يقضوا في الدعوة دعوة اليتيم. طب شمعنا اليتيم هما بيجوا عليه؟ معهوش فلوس، لكن واحد غني وعنده فلوس يقدر يدي رشوة للقاضي قضيته تمشي. وقد نجحوا، وبحق المساكين لم يقضوا، مع ان ربنا قال لهم في زكريا لا تظلموا الارمله ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير ولا يفكر احد منكم شرا على اخيه في قلبكم. الله يحب ان احنا نخدم بعض، وخصوصا الناس الضعفاء اللي ملهمش سند ملهمش نصير، انصرهم انت. ما اجمل لو كان حد فيكم شغال في مصلحة حكومية وبعدين دخل عليهم واحد من الجمهور لقى راجل فقير غلبان او مريض او ماشي على عكاز، يسيب مكتبه يقوم يقول له عايز ايه يا حج، عايز ايه يا عم، تعالى معايا انا خلص لك موضوعك.
وهو مش عايز منه حاجة لأن ده راجل فقير، ويلف الدنيا كلها يخلص له موضوعه، هيروح يقول ايه؟ ربنا بعت لي ملاك النهاردة. بعت انت ملاك، مفروض نخدم الضعفاء. لذلك يقول السيد رب جنود عزيز اسرائيل. ايه حكاية عزيز اسرائيل دي؟ عزيز هنا بمعنى بيعطي عزة، بيعطي مساندة. انا اللي هعزكم، انا اللي هخليك انسان عندك رفعة وعزة. ودي برضو اتقالت في سفر التكوين، النبوة التي تنبأ بها ابونا يعقوب عن ابنائه لما اتكلم عن يوسف، قال ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. عزيز يعقوب هنا هو الله. انت مين عزيزك؟ مين اللي بيعزك؟ يعز هنا مش بمعنى يحب، لكن بمعنى يسند. يبقى عندك عزة نفس. عزة نفسك دي جاية من فين؟ في واحد من ذاته، في واحد من معارفه يقول لك ده انا قريب فلان، انا ابني فلان. واحد عزته من فلوسه، عنده مبالغ ضخمة، حس كده بعزة النفس وماشي رافع راسه. من حقك تكون عندك عزة نفس، بس خلي عزة نفسك فين؟ في ربنا. يبقى ربنا عزيزك. يوسف الصديق ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب. مش من اخواته ولا من ابوه، حدش نفعه، ولا من فلوسه، ما كانش عنده، ده كان شحات، كان خدام وكان مسجون. امال ايه اللي شدده وخلاه عظيم؟ عزيز يعقوب اللي هو الله الذي سنده. في المزمور يقول كيف حلف للرب نذر لعزيز يعقوب، وحكاية لا أعطي العينين نوما وأكفان نعاسا حتى أجد مقاما للرب مسكنا لعزيز يعقوب. طبعا برضو حكاية العزيز هنا بمعنى يخلي عنده عزة نفس، لكن كمان تدخل فيها معنى الحب. يقول لك فلان ده عزيز جدا على قلبي، وبنكتب في جوابات أخي العزيز. فالعزة هنا بمعنى كمان الحب والود. عشان كده في أشعياء 43 يقول له إذ صرت عزيزا في عيني مكرما وأنا قد أحببتك أعطي أناسا عوضك وشعوبا عوض نفسك. أنت محبوب عندي، إحنا صرنا أعزاء عند الرب. وبرضو في أشعياء 49 آخر الآية يقول يعلم كل بشر إني أنا الرب مخلصك وفاديك عزيز يعقوب. يا بخت الإنسان اللي ربنا يعزه، واللي هو العز بتاعه جاي من ربنا مش من حاجة تاني. وبرضو في أشعياء يقول ترضعين لبن الأمم وترضعين ثدى ملوك وتعرفين اني انا الرب مخلصك ووليك عزيز يعقوب. بيقول ايه بقى السيد رب جنود عزيز اسرائيل؟ اني استريح من خصمائي وانتقم من اعدائي. هيجي وقت ربنا مع طولة البال هياخد بقى ايه موقف من الاشرار، ويقول انا كده استريحت من خصمائي. خصمائي يعني الذين يخاصمونني، مش انا اللي خاصمتهم، هم بيخاصموني. وانتقم من اعدائي، طبعا اعداء ربنا هم الشياطين. بس بقى الناس الاشرار بيدخلوا نفسهم في زمرة الشياطين فصاروا اعداء لله. لكن كمان ممكن حتى أولاد الله، ربنا ما يسمحش،
يدخلوا نفسهم في السكة دي. اسمعوا في تثنية يقول ايه، لو الناس يعني عملوا حاجة غلط، كما فرح الرب لكم ليحسن اليكم ويكثركم، ساعتها بقى يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم لانكم مشيتوا بالعكس، فتستأصلون من الارض التي انت داخل اليها لتمتلكها. بعد ما ربنا فرحان انه هو يعزني ويكبرني ويكترني ويحسن الي، يفرح انه يهلك. ليه؟ لان يوم النقمة من الاشرار اللي مالوا الارض بالفساد. ويقول في حزقيال: اذا تم غضبي واحللت سخطي عليهم وتشفيت، يعلمون اني انا الرب تكلمت في غيرتي اذا اتممت سخطي فيهم. تقول لي الكلام ده صعب وجديد، اقول لك لما تقعد تفكر في الشر اللي بيعملوه الاشرار، وفي العند اللي بيعندوا بيه ربنا، وفي الشتيمة اللي بيشتموا بيها الله. ادخل على النت وشوف قد ايه شتايم بتلحق في ربنا يسوع نفسه، وهو مطول باله مطول باله مطول باله، والناس يظنوا ان هو مش اله لانه بيهان وساكت. اذا تم غضبي واحللت سخطي عليهم وتشفيت، ساعتها يعلمون اني انا الرب تكلمت في غيرتي اذا اتممت سخطي فيهم. وأرد يدي عليك وأنقي زغلك كأنه بالبورق وأنزع كل قصديرك. أرد يدي عليك معناها إن أنا بعد ما كنت بضرب هرد إيدي، خلاص هبطل. دي بقى اللي هي إيه، ضاربا فشافيا، هتقروها في أشعياء 19، ضاربا فشافيا. فانا خلاص هقعد اضرب، هيجي في لحظة هرفع ايدي، لان برضو انا مش هنسى ان انا ابوكم. شفتوا قد ايه ربنا جميل؟ لما هرد ايدي عليك انقي زغلك كأنه بالبورق. البورق دي مادة كانت بتستخدم لتنقية الفضة والذهب من الشوائب، وبيقولوا هي زي مادة النطرون، ده نوع من الأملاح يعني. انا هدخل وانقي الزغل وانزع كل قصديرك. القصدير معناها المادة الغريبة اللي دخلت، هنزعها ويبقى فضة تاني كويس. اقول له يا رب اذا كان الوضع كده تعالى اضربني اضربني وادبني، وانزع عني الزغل وانزع عني القصدير ورجعني تاني ابقى نقي. يا ريت، انا تحت ايديك وانت يا رب تستطيع انك انت تنقيني. في ارميا يقول: احترق المنفاخ من النار، فني الرصاص، باطلا صاغ الصائغ، والاشرار لا يفرزون. ده بقى لما يكون واحد معاند مع ايد ربنا اللي عماله بتنقي. احترق المنفاخ من النار، عارفين كانوا ايه؟ يقعد ينفخ في النار عشان تتوهج وتسيح المعدن. احترق وهو ما تسيحش، وفنى الرصاص، باطلا صاغ الصائغ، الناس مش بتستجيب لعمل الله. لذلك هكذا قال رب الجنود: انا سأنقيهم وامتحنهم، لاني ماذا اعمل من اجل بنت شعبي؟ مش هسيبهم. وفي ملاخي يقول: فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة، فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة، ليكونوا مقربين للرب تقدمة بالبر. نرجع تاني ونبقى صح، والتقدمة تبقى ايه؟ بالبر مش بالغش. وأعيد قضاتك كما في الأول ومشيريك كما في البداءة، بعد ذلك تدعينا مدينة العدل، القرية الأمينة. حاجة خبر جميل، ربنا هيرجعنا زي ما كنا بقى حلوين، زي ما قال في أرميا: أرد سبي يهوذا وسبي إسرائيل وأبنيهم كالأول. احنا محتاجين ربنا يردنا كما كنا. لما هيرد القضاء كما في الأول يبقوا أمناء،
والمشيرين يبقوا أقوياء وحلوين وأمناء. بعد ذلك تدعينا مدينة العدل مرة تاني والقرية الإيه؟ الأمينة. مهما كان قلبي سقط في زنا روحي، الله قادر يرجع يصالحني ويرجعني ليه وينزع مني الآلهة الغريبة. هكذا قال الرب: قد رجعت إلى صهيون وأسكن في وسط أورشليم. فتدعى أورشليم مدينة الحق وجبل رب الجنود الجبل المقدس. لاحظوا، مهما ربنا قال كلام شديد شديد شديد، لازم في الآخر يطيب خاطرنا، لازم في الآخر ما يسيبناش غير لما يبعث في قلبنا الرجاء. مش ممكن ربنا يقعد يقول كلام شديد ويسيبنا متنكدين، يقول لا هرجع وأصالحكم. صهيون تفدى بالحق وتائبوها بالبر. تفدى بالحق يعني الفضة النقية مش الزغل، وتائبوها بالبر، يفدون بالبر. وهلاك المذنبين والخطاة يكون سواء وتارك الرب يفنون. يعني بالرغم ربنا هيدي فداء للشعب، لكن في الوسط في ناس أشرار خلاص هم اختاروا نفسهم كده، المذنبين والخطاة وتارك الرب يفنون. أيوب يقول: أليس البوار لعامل الشر والنكر لفاعلي الإثم؟ استهل. المزمور يقول: الرب يعلم طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتهلك. ومزمور تاني: تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب. ويقول: هودا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك، لأنه هودا أعداؤك يا رب، هودا أعداؤك يبيدون، يتبدد كل فاعلي الإثم. لتبد الخطاة من الأرض، تبد يعني معناها تنتهوا، والأشرار لا يكون بعد. نتيجة أن صهيون تفدى بالحق وتائبوها بالبر والمذنبين والخطاة يهلكوا والدنيا تنضف، يقول بقى: لأنهم يخجلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها. أشجار البطن هي الأشجار اللي كانوا بيحطوا تحتيها التماثيل ويعبدوها، فكل واحد معدي يبص على المكان اللي كان بيعبد فيه الأوثان ويكسف من نفسه يقول: أنا آسف يا رب أنا كنت بعمل كده. يخجلون من أشجار البطن التي اشتهيتموها وتخزون من الجنات التي اخترتموها. برضو الحدائق، الجنات دي اللي كانوا بيعبدوا فيها الأوثان. يقول لك في أشعياء: المتوقدون إلى الأصنام تحت كل شجرة خضراء. يبقى دي اللي رجعوا عندها ويكسفوا. ودي بالظبط لما يكون واحد بيعمل خطية وتاب وبقى حلو قوي، لما يعدي من المكان اللي كان فيه الخطية يبقى مكسوف من نفسه ويتذكر خطيته ويبكي ويقول له: رب أنا آسف على الأيام الوحشة اللي قضيتها والوقت اللي ضيعته والجهد اللي ضاع مني، أنا آسف رب على الشر اللي عملته. يقول في أشعياء 65: شعبي يغيظني بوجهي، دائما يسبح في الجنات ويبخر على الآجر. الآجر ده اللي هو بلاطات من الطين المشوي اللي كانوا بيعملوها فوق السطوح عشان يسطحوا بيها أو يزقفوا بيها البيت، فكانوا بيعملوا الأوثان في الأماكن دي. الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات، وراء واحد في الوسط أكلين لحم الخنزير والرجس والجرز، الجرز اللي هي الفئران، يفنون معا يقول الرب. أيام الشر بتاعهم كانوا بيعملوا كده. وفي عسقيال يقول: تعلمون أني أنا الرب، إذا كانت قتلاهم وسط أصنامهم حول مذابحهم على كل أكمة عالية وفي رؤوس كل الجبال وتحت كل شجرة خضراء أو تحت كل بلوطة غبياء. غبياء يعني معناها مليانة بالورق. الموضع الذي قربوا فيه رائحة سرور لكل أصنامهم.
ايام الخطية لما يرجعوا بقى بعد التوبة يبصوا يلاقوا ايه الحاجات دي، يقولوا احنا اسفين ايام كانت وحشة. وفي هوشع يقول يسبحون على رؤوس الجبال ويبخرون على التلال تحت البلوط واللبنة والبطن لان ظلها حسن. يعني يقول لك تعالى الحتة دي فيها ظل حلوة، يلا حط لها الصنم ونعبده. ويختم لأنكم تصيرون كبطمة قد ذبل ورقها وكجنة ليس لها ماء. البطمة دي شجرة ضخمة جدا ورقها أخضر تذبل، زي الواحد أيام ما كان شرير وعامل نفسه بقى فتوة ونافخ ضلعاته يبتدي يذبل. ويصير القوي مشاقة. المشاقة دي كانوا يجيبوا الكتان ويمشطوه عشان يعملوا منه النسيج والورق والحاجات دي، فيطلع منه زي وبرة كده. الوبرة دي كانت سريعة الاشتعال، فقال انتوا هتبقوا زي الوبرة اللي طلع من الكتان اسمها مشاقة. يصير القوي مشاقة. شوف الوبرة ولا لها قيمة يعني، حاجة ضعيفة وتطير في الهواء وتحترق بسرعة. فالقوي هيبقى مشاقة وعمله شرارا فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. اخدين بالكم الانسان الشرير اللي مستقوي اللي عامل نفسه ياما هنا ياما هناك هيبقى زي الايه الوبرة دي اللي ملهاش قيمة، والعمل اللي عمله هيبقى شرارة. قول لي بقى شرارة جنب الوبر ده يحصل له ايه؟ حريقة. مين اللي حرق الوبر؟ عمله، يعني هو أذى نفسه. كل ما تبصوا على المحاكمات اللي بتحصل في التلفزيون دي افتكروا الآية دي، يصير القوي مشاقة وعمله شرارة فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ. في حزقيال يقول يكلمه أقوياء الجبابرة من وسط الهاوية ما أعوانه قد نزلوا اتجعوا غلفا قتلى بالسيف. كانوا أقوياء جبابرة. ويختم يصير القوي مشاقة وعمل شرارا فيحترقان كلاهما معا وليس من يطفئ، يعني معناها مفيش حد هيسند ولا يسعف الناس الأشرار اللي هم احترقوا بسبب الخطية بتاعتهم. زي ما قال في أشعياء المخرج المركبة والفرس الجيش والعز يتجعون معا لا يقومون قد خمدوا كفتيلة انطفأوا. والمجد لله دائما أبديا آمين.